السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد في قناة مننا آغ. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم فكرة لطريقة صنع ثلاثة ديال العلب راقية لتقديم الحلوى للضيوف. لهذا العلب كنحتاج ثلاثة ديال الزواقات بحال هذا الشكل، هذه الكبيرة وهذه المتوسطة وهذه الصغيرة. طبيعة الحال مشيت عند النجار قطع ليا ثلاثة ديال الخشبات كاريين بحال هذا الشكل، هادو اللي غادي نديرهم في تحت ديال العلبة. والباقات ديالي هنا قدني لهذا الفيديو، لهذا ثلاثة ديال هذا العلب قدوني ثلاثة ديال هاد لي باقات هادو، وهادو ثلاثة ديال الشوشات. عجبني هاد اللون الخضيضر، غندير شويشات. طبيعة الحال مسدس ديال الشمع والشمع. بقاو معايا نخدمو هاد العلب مع بعضياتنا. ونبداو على بركة الله. كيف ما كتشوفو هاد لي باغيت ما صبرتهمش، هادو ديال هاد لي بواط ديال واحد السيدة طلبتني نصايبهم ليها. ما غاديش، قالت لك بغات الخشب يبقى ناتوريل، بغات يبقى بنفس الصباغه نفس اللون ديال الخشب، غير انا هذه اللي غادي نديرها في القاع صبغتها بالذهبي. ضروري الخشبه اللي غتكون تحت تصبغ بالذهبي. انا صبغتها وانا غندوز دابا نلصق هذا الخشب، هي ما بغاتش نصبغه، بغاته يبقى طبيعي في هذا اللون. ديروا الشمع هكذا كيذوب بعد ما سخن البيستولي ديالي مزيان. بغيا كيلصق بسهولة، ولكن الا كان البيستولي ديالنا زوين كيسخن مزيان، البيستولي ديالنا زوين كيسخن مزيان كنلقاش صعوبة في تلصق الخشب. كيوجدوا دغيا هاتوما كما كتشوفو. دائما باش يجيكم ساهل كتسبقوا هاد الجنب هذا وكديروا لي اونفاس معاه، عاد كدوزوا للجناب لي اونفاس عاوتاني. هنا دابا غادي ندير الشمع في الجناب وحتى في الجناب من هنايا، وغنحاول نلصق هكذا. قبركا مزيان ما يلصق. على بوط ديالنا لصقت ليها الجناب ديالها. قبيله نسيت ما قلت لكمش في الفيديو، في التقريم ديال الفيديو، بان كنحتاجوا لهذا الباكيط هذا. السيده ما بغاتش يدير لا عقيق لا دونتيل، بغات هذا اللي هذا الحميمصات اللي كيتباعوا بالمترو تاعهما، هذا كيدير شي 5 دراهم للمترو. ها هو كيجي زوين، انا قطعتهم، بغات غير اللون ديال الخشب يبقى اللون ديال الخشب، بغات لا دونتيل لاحق. انا غنركبو من هنا، كما كتشوفو
هنا السقط الاخرانيه ما نعرفش كي جات. يجيو زوينين بزاف. دابا غنلصق لها الرجيلات. ندوزو الغطايه ديال لابواط ديالتنا حتى هي غادي نديرو لها بوانيه. كنلصقو كنديرو الشويشه ديالتنا. انا عجبني هذا الفيغ هانتوما كي كتجي البواط ديالتنا. انا غنكمل لي بواط ديالي ونرجع معكم. كما شفتوا ها لي بواط ديالي وجدوا. هذه الكبيره وهذه متوسطه وهذه الصغيره. كما كتشوفوا كيجيو راقيين كيجي المنظر ديالهم زوين. التقديم الحلوه الضيوف كيجيو راقيين بزاف. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. ما تنساوش تخليو لي لايك كومونتير، ولا كانت اول مرة عندكم في القناة ما تنساوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. نخليكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.